فإن ملاذي مستعان يحبني ويسقيني من كأس الوصال فأشرب. رأينه من نور النبي المصطفى ولولاهما تبنى ولا نتقرب. ذكاء منير قد أنار قلوبنا وله إلى يوم النشور معقب. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود، وبعد. لم تمضي على بعثة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 6 قرون إلا وكان وجه الديانة المسيحية قد تغير كلية عن ذلك الذي جاء به المسيح، وكان بولس الرسول قد قام باختراع دين مغاير تماما لديانة النبي المكرم عيسى بن مريم عليه السلام، زاعما أن هذا هو الدين الحق. ودخل أتباع المسيحية في صراعات فكرية وعقائدية لا أول لها ولا آخر، محاولة للوصول إلى صيغة دينية يتفق عليها الجميع. ولكن هذا للأسف لم يحدث ولم يتحقق، بل زادت هوة الخلاف اتساعا بين الكنائس، وتصاعدت ذروة العداء بينهم حتى وكأنها أديان متفرقة لم يأتي بها نبي واحد. في خضم هذا الوضع الديني الذي لا يشفي عليل الأرواح المتشوقة لمعرفة الله تعالى، والذي كان مقابلا له أيضا ديانات الفرس الوثنية التي تعبد النار حينا وتعبد غيرها من الأصنام والحيوانات أحيانا أخرى، وقفت أمة العرب حائرة لا تهتدي للإله الحق ولا تعرف للوصول إلى الله تعالى سبيلا. فهام العرب على وجوههم خلف غيرهم، فعبدوا الأوثان والحجارة، وانكبوا على ملذات الدنيا وشهواتها بكل جنون، فشاع بينهم شرب الخمر والوقوع في الزنا، وانتشرت فيهم السيئات والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وتردت أخلاقهم في حضيض ليس له نهاية، حتى صار يقاتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب، وتثور الحروب الطاحنة بين قبائلهم من أجل شاة أو بعير، وتوارثت أجيالهم قصص الثأر والانتقام، ورضع الصغار الكراهية في حليب أمهاتهم، ولم يكن أحد منهم يحلم بأي مستقبل مشرق لتلك الأمة المتردية، ولا يتخيل عاقل أن يخرج من أبنائها من يسود الدنيا كلها في 7 سنوات، وتدين له ملوك الفرس والروم، وتخر عروشهم كلها تحت قدميه. ولكن حدثت الآية العظمى ببعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونفخ الله في هذه الأمة الروح من جديد، فقامت مثل مارد خرج من قمقمه، أو بعث من تحت أكوام التراب، وكل هذا ببركة عبد قد اصطفاه الله لنفسه، اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لقد استأنس النبي صلى الله عليه وسلم وحوشهم وروضها، وجعلهم أناسا متحضرين، ثم أفاض عليهم من فيض أخلاقه العظيمة فجعلهم قوما أخلاقيين، ثم نفخ فيهم من روحه القدسية فإذا بهم يكونون طيرا روحانيين بإذن من رب العالمين. إن هذا التحول الإعجازي الذي شهدته جزيرة العرب في سنوات قليلة على يد رجل أمي ليس له سوى تفسير واحد لا ثاني له، وهو أن هذا الرجل هو رجل الله ومبعوثه ونبيه، وأن الله تعالى بنفسه هو الذي تولى تعليمه وتأديبه وتربيته، وهو سبحانه الذي منحه هذه القوة القدسية القادرة على إحياء قلوب الموتى ونفخ الروح في الرماد. وإلا فلتقدم لنا الدنيا تفسيرا آخر غير هذا التفسير. واليوم يغلق الحاقدون عيونهم عن رؤية الشمس، ويتجاهلون حقائق التاريخ، ويدفنون رؤوسهم في التراب
منكرين تلك الآية العظمى التي حدثت على يد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، بل يتطاولون حقدا على مقامه الشريف، ولست أدري من خدعهم فقال إن الحقد بمقدوره أن يغير الحقائق ويمحو الآيات. إن علامة الدين الحي والنبي الحي أن تستمر بركاته وفيوضه على مر الزمن، فلا تكون قاصرة على الحكايات والأقاصيص، وإنما يظل ينبوع قوته القدسية يتفجر على أيدي أتباعه إلى قيام الساعة، وتكون أنواره الروحانية تماما مثل الشمس مشرقة على مر الزمان، لا يفنى نورها ولا يندثر، بل يظل يلبي حاجة الدنيا إلى يوم القيامة. فبالله عليكم قولوا لنا، أي دين يتمتع بالحياة اليوم إلى جانب الإسلام؟ وأي نبي غير محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما زالت أنواره الروحانية تفيض على أتباعه وتربي أمته؟ ليتفضل كل من اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هدفا لاتهاماته الباطلة، وليجب على هذه التساؤلات بكل صدق وأمانة. هل كان أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمته وأتباعه قاصرا فقط على حياته، أم استمر هذا الأثر بعد مماته؟ هل انقطعت فيوضه الروحانية عن أمته بعد قرن أو قرنين، أما زالت سارية في الأمة وستظل إلى قيام الساعة؟ من هو النبي الذي جاءت بعثته دواء للمعضلات وحلا للإشكالات الاعتقادية وبيانا للتوحيد الصافي النقي الذي لا تشوبه أي شائبة من شوائب الشرك، ولا تحار العقول في فهم تركيباته وتجسداته، ولا تغرق الأفهام بين أمواج ناسوته ولاهوته؟ من هو النبي الذي أحيا قلوب الموتى على الحقيقة بإذن الله رب العالمين، وبدل الوحوش بشرا بل طيرا روحانيين؟ من هو النبي الذي عاشقه أصحابه ودافعوا عنه بكل شجاعة واستبسال في وجه عدوهم، ولم يتخلوا عنه ولم يفروا، بل كانت قلوبهم قبل ألسنتهم تردد دوما: نحري دون نحرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي وكل ما أملك يا رسول الله؟ ومن هو النبي الذي بعث الله ببركة فيوضه القدسية مسيحا من أمته، هو حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام، فأحيا به معالم الدين من جديد، وجدد به الإسلام، وتحققت على يده ويد جماعته نبوءات الإسلام العظمى، لكي يقدم الله تعالى الدنيا دليلا، لكي يقدم الله تعالى للدنيا دليلا أن الإسلام وحده هو الدين الحي، وأن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم سيبقى هو النبي الحي إلى يوم القيامة. يقول حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا كان البر والبحر قد ملئا فسادا، فجاء صلى الله عليه وسلم وأصلح كثيرا من الفاسدين. هذا الأمر لا يستحق أن يرى بنظرة عابرة فقط، بل فيه حقائق عظيمة، وتتبين عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن لأحد إلا من كان مقدسا من الدرجة العليا أن يصلح غيره. فما لم تصل قوة المرء القدسية مبلغ الكمال، ولم تنشأ فيه قوة تزيل تأثير الأرجاس كلها، لا يمكنه أن يصلح الآخرين. لا شك أن كل نبي أصلح قومه في عصره، ولكن لا يبلغ إصلاح أي نبي مستوى إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، حياكم الله تعالى جميعا اليوم وغدا بإذن الله تعالى، نستمر في رحلتنا مع أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونستكمل في برنامج تنوير القلوب لهذا الشهر ما بدأناه في الشهر الماضي من سلسلة لكشف وبيان مغالطات القمص زكريا بطرس، والرد على عدوانه المتكرر بحق أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في رحلتنا هذه. أرحب أيضا بضيوفي الأعزاء الأستاذ شمس الدين
ودكتور أيمن والأستاذ جمال، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. أراؤكم، أسئلتكم، حتى وإن اختلفت معنا، هي محل تقدير واحترام، ولا شك تثري هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. بداية، أهلا وسهلا أستاذ شمس، أبدأ معكم في ضوء المعايير التي بينها القمص في الفيديوهات والمقالات التي ينشرها والتي وضعها للأخلاق، ولنأخذ مثلا معيار الطهارة. فهل ثبت هذا المعيار من خلال ما رواه كتبة الأناجيل عن سيرة يسوع الإنجيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى عبده المسيح الموعود، أما بعد، طبعا هذا المعيار يسقط عندما نذكر يسوع المذكورة في العهد الجديد عندهم. أما نفس الوقت نقول نصلي ونسلم على سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، عبد الله ورسوله، بعث إلى بني إسرائيل وعاش وأكمل مهمته وتوفي، فالذي ذكر في القرآن الكريم. أما هنا عندما نذكر، نحن نعود أو نذكر صفات يسوع المذكور في العهد الجديد عندهم، لأن هذا المعيار وضعه القمص، فلا بد أن نذكر هل هذا المعيار يطبق في يسوع المذكور في العهد الجديد أم لا. قد جاء في لوقا 7:33-34 يظهر منه أن يسوع كان يخالط أو يعاشر الخاطئين. يقول: جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا، فقلتم إن شيطانا يسكنه، يعني به شيطان. ثم جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فقلتم هذا رجل شرح سكير صديق لجباة الضرائب والخاطئين. يعني من خلال هذه الرواية يظهر أن عيسى عليه، أن يسوع وكان يخالط أو يعاشر الخاطئين. الآن من كانوا هؤلاء الخاطئين؟ ومنهم نساء أيضا. يعني عيسى عليه السلام، أقول يسوع، لم يتورع عن مخالطة النساء الأجنبيات والخاطئات أيضا، حسب بيان لوقا في لوقا 7:37-38 يذكر أن يسوع سمح لامرأة خاطئة أن تتمسح بشعرها به، وكذلك أن تقبل قدميه، بل وتدهن قدميه بعطر مكتسب من مال غير طاهر. أنا أقرأ ماذا مذكور في لوقا: فدخل بيت الفريسي واتكى، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها، وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. الآن نحن نعلم أن هذا الفعل أو هذا السلوك مدان جدا في الناموس، حيث ذكر في التوراة، يعني حسب التوراة يحكم على مثل هذه النساء بالرجم، يعني بصفتها الزانية، ثم تحسب نجسة جدا، حتى لها وللكلب ذكر، جاء ذكر معنا، يعني كما جاء في التثنية: لا تدخل أجرة زانية ولا ثمن كلب إلى بيت الرب إلهك عن نظر ما، لأنهما كليهما رجس لدى الرب. فانظروا، فهذه الإمرأة الآن ممكن قد يقول ذكر هنا أنها كانت إمرأة خاطئة، فمن أين عرفتم أنها حقا زانية أو كما أنتم تقولون؟ فنحن نقول هذا، لا نقول نحن، هذا مذكور في شروحات
الكتاب المقدس عندهم. على سبيل المثال نقرأ هنا في تفسير القس ديفيد جوزيك للكتاب المقدس ويعلق على هذه الواقعة تحديدا ويذكر مكانة هذه المرأة الخاطئة. قوله: كانت خاطئة. تشير هذه الآية إلى أنها لم تكن خاطئة كباقي الناس، بل اشتهرت بأنها خاطئة، ويفترض المعظم أنها كانت بائعة هوى. ثم أضاف هذا الكاتب المفسر أقوال بعض المفسرين الآخرين في وصف هذه المرأة. مثلا وصفها تراب المفسر بالزانية والآثمة والوقحة، وعلق بايت يعني المفسر يقول: ربما أرادت المرأة أن تمسح بعطرها رأس يسوع، حاله كحال كل المدعوين، كان يتكئ رأسه نحو الطاولة فكانت قدميه أقرب إليها من رأسه. ويعلق بروس: عدم وجود غطاء على رأسها يعني أنها كانت امرأة غير محتشمة، ولكنها لم تهتم بل قبلت قدميه بحرارة مرارا وتكرارا. ثم يضيف ديفيد جوزيك بعد إيراده كل هذه الأقوال بالاختصار يقول جملة: وبإمكاننا أن نتخيل كم كان المشهد محرجا، وكيف راقب الجميع بصمت ما فعلته هذه المرأة بدموعها كتعبير عن عاطفتها. إذن حسب هذه الروايات الواردة عندهم في العهد الجديد، يسوع المذكور في العهد الجديد لا يطبق فيه هذا المعيار الذي جاء به القمص، يعني معيار الطهارة. أحسن الجزاء أستاذ شمس الدين. دكتور أيمن أهلا ومرحبا بك. أتوجه بسؤالي إليكم حول يعني هذا المشهد الذي وصفه، الذي ورد في الإنجيل وتحدث به الآن الأستاذ شمس، هل كان هذا المشهد متقبلا في ضوء ما يعرفه الكتبة وعلماء الشريعة عن نجاسة الزنا؟ وهل اعترض عليه أحد في ضوء الأناجيل؟ أم أننا فقط نحن الذين يعني نعترض؟ نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني طبعا أن هذه الحادثة التي ذكرها مولانا شمس الدين من العهد الجديد، هذه يعني طبعا غير مقبولة حسب الناموس وحسب الشريعة وحسب أعراف المجتمع الذي كان سائدا هناك وعند الكتبة والفريسين أيضا. لم يكن هذا الأمر وهذه المشاهد مقبولة عندهم، وهي مناقضة لكل معايير الطهارة والعفة التي يعرفونها، لا سيما التي يجب أن يتمتع بها أيضا النبي. المشكلة أن القمص زكريا بطرس يأتي لنا ببعض القصص التي يذهب في تفسيرها كما يحلو له وكما يشاء من أجل الطعن في عفة وطهارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتهمه بأنه همه كان النساء، وأنه يتهمه بالشذوذ لمجرد أن أحد الصحابة أراد التبرك منه والتصق به والتصق بجسده. فإذا أردنا أن نأخذ يعني معايير القمص زكريا للطهارة والنجاسة، أو أردنا أن نأخذ منطق القمص زكريا بطرس يعني والحكم على الكثير من أحداث التوراة، سوف نجد بأن حتى يسوع الإنجيلي، يسوع الذي يؤمن به القمص نفسه بأنه نبي أو أنه إله وابن إله، لن يسلم من هذه التهم، من تهم يعني عدم العفة وعدم الطهارة. وهذه القصة التي ذكرها مولانا شمس الدين هي إحدى هذه القصص. هنالك قصة أخرى التي تتحدث عن الزانية التي تساهل معها يسوع الإنجيلي وقال لها: ولا أدينك أنا أيضا، فاذهبي ولا تخطئي. فيعني كيف يمكن ليسوع أن يتساهل مع هذه الإمرأة الزانية التي أمسكت متلبسة بالجرم المشهود في الزنا، الذي هو معروف أنه يتناقض مع كل قيم الطهارة والأخلاق، ووفق يعني هذا وفق الناموس والشريعة المسوية والشريعة التي يؤمن بها يسوع نفسه. فطبعا هذه الأمور لم تكن مقبولة كلية،
ومتناقضة لقيم الطهارة والعفة التي نعرفها. كيف يمكن ليسوع أن يتساهل في هذه الأمور؟ فنرى بأن نفس التهم التي يكيلها القمص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو أردنا أن نأخذ بمنطقه ممكن أن نكيلها أيضا بيسوع الذي هو يؤمن به. وهذه القصة التي يعني تحدث عنها مولانا شمس عن الإمرأة الزانية الخاطئة التي جاءت إلى بيت الفريسي سمعان وكانت تمسح بدموعها وشعرها بأقدام يسوع، نرى بأنها كانت يعني صادمة للذين رأوها وحجر عثرة أمام الناس لقبوله لقبول يسوع بأنه نبي. فماذا قال سمعان الفريسي في هذه القضية؟ قال يعني يقول لوقا عن هذه الحادثة: لما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك حدث نفسه قائلا، ماذا قال سمعان لنفسه؟ لو كان هذا نبيا لعلم من هي هذه المرأة التي تلمسه وما حالها، فإنها خاطئة. يعني سمعان الفريسي لم يقبل به كنبي بسبب ما رآه وما يصدر من يسوع من قبوله بهذا المشهد، بأن تأتي هذه الإمرأة الزانية وتمسح شعرها ودموعها بأرجله وأقدامه. الآن فلنقارن بين هذه الحادثة والحادثة التي أوردها أيضا القمص، بأن هنالك أحد الصحابة ألصق جسده بالرسول صلى الله عليه وسلم ربما لحبه ولتبركه له، ولكن القمص لا يذهب إلى هذه التفسيرات. هذه المشاهد لهذه الإمرأة الزانية التي تمسح بدموعها وشعرها بأقدام يسوع المسيح أصعب بكثير من حيث قيم العفة والطهارة التي يجب أن نتحدث عنها، ولكن القمص يتغاضى عن هذه الأمور. فالمعايير التي يأخذ بها القمص العفة والطهارة تزيل كل قيم العفة والطهارة من يسوع الذي هو يؤمن به. فهذه الأمور يجب أن يتنبه لها كل الإخوة المسيحيين وكذلك كل المسلمين الذين يقعون في فتنة هذا القمص، وعليهم أن يعرفوا هذه الأحداث الموجودة أيضا في الإنجيل. فلا يظنوا بأن الديانة المسيحية أفضل من الديانة الإسلامية في هذه القيم وأن يسوع هو أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل سيدنا محمد هو قمة الطهارة وقمة العفة. وهنالك أيضا حادثة مشابهة أيضا حدثت في بيت عينيا، أيضا في بيت سمعان الأبرص، التي جاءت هنالك أيضا امرأة زانية وبدأت تدهن بعطرها على رأس يسوع. فهذه الحادثة أيضا يعني استاء منها التلاميذ بأنفسهم. ماذا يقول متى عن هذه الحادثة؟ فاستاء التلاميذ لما رأوا ذلك وقالوا: ما هذا التبذير؟ فقد كان يمكن أن يباع هذا العطر بكثير ويوهب الثمن للفقراء. وإذ علم يسوع بذلك قال لهم: لماذا تضايقون هذه المرأة؟ فقد عملت بحسنة. إذن يسوع يقبل ما لم يقبله هؤلاء تلاميذه، واعتبروا هذا تبذير واعتبروه إسراف. إذا أردنا أن نأخذ بقيم القمص ومعاييره ومنطقه، ممكن أن نتهم هنا يسوع بأنه يقبل التبذير والإسراف وكذلك عدم العفة والطهارة التي ممكن أن نستشفها من هذه الحادثة. فنقول للقمص زكريا بطرس: الذي بيته من زجاج فلا يرمي الآخرين بالحجارة، لا يرمي بيوت الآخرين بالحجارة، لأن بيته وإيمانه ودينه لن يسلم من هذه الحجارة أيضا ومن هذه التهم التي أنت تكيلها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله أحسن الجزاء أستاذ جمال، أهلا ومرحبا بك. ماذا عن المعيار الثاني في تقييم الأخلاق الذي أيضا وضعه واعتمده القمص زكريا بطرس، وهو معيار الأمانة؟ وبحسب القمص هذا المعيار شرط للحكم على من هو الأعظم ومن هو الشريف والأشرف ومن يستحق فعلا أن يتبع بحسب معيار الأمانة. الآن لو نظرنا إلى يسوع الإنجيلي، يسوع الذي يقدمه الإنجيل، هل يتحقق هذا المعيار فيه، في شخصه، في مسلكه، في ضوء تقييمك يعني لشخصية يسوع الإنجيلي الذي قدمته الأناجيل على اختلافها؟ نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو ألقينا النظر
في سيرة يسوع حسب أناجيل العهد الجديد، فنجد أكثر من موقف أو قصة تغاير معيار الأمانة. وأذكر على سبيل المثال قصة طرد الأرواح النجسة وإسلاف قطيع الرعاة التي جاءت في الإنجيل. وهذه القصة ذكرها مرقس حيث يقول: وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلين: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجوف إلى البحر، وكان نحو 2000، فاختنق في البحر. وأما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى، وجاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه، يعني اللاجئون أو الشياطين، جالسا ولابسا وعاقلا، فخافوا. فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير، فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم. يعني هذه القصة ما هي العبرة منها؟ أولا، تجسد لنا انتفاء معيار الأمانة في تصرف غير أمين، في عدم اكتراث يسوع في إلحاق يعني الأذى والضرر بممتلكات الرعاة. يعني تصور يعني قطيع مكون من 2000 يعني رأس من هذه الخنازير يتلفها، ويعني بهذا الوصف المذكور في هذه القصة دون تعويض عن هذه الخسارة لهؤلاء الرعاة، ودون جبر الضرر المادي في الحيوانات والممتلكات، بحسب ما يعني حتى التوراة بنفسها تنص على وجوب يعني جبر الضرر المادي في الحيوانات والممتلكات، كما جاء في سفر الخروج الأصحاح 22 العدد 1-15. وعندنا كذلك القصة الثانية، في قصة دخول يسوع أورشليم على أتان، وهذه كذلك ذكرها متى. وهذه القصة التي سأذكر يعني كيف يعني قصتها وفق ما ذكره متى، يعني هذه القصة أنهم لما اقتربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما وأتيان بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما في الوقت وصلهما. يعني هذه القصة تدل على عدم استيفاء يسوع لمعيار الأمانة، فما ذكره إنجيل متى في طلبه، يعني في طلب يسوع من 2 من تلاميذه إحضار أتان مربوطة ومعها جحش دون استئذان صاحب البهيمتين، يعني هذا يسمى باصطلاح آخر بالسرقة، يعني هذا عين السرقة، مع أن خلق الأمانة يقتضي أن يطلب من تلميذيه أن يستأذن المالك مالك البهيمتين حتى يوافق على إعارة هاتان يعني الدابتان لهما. فهذه أمثلة تبين لنا كيف أن يسوع وتلاميذه بحسب رؤية الإنجيلية لم يتلقوا تعليم الأمانة بالقدر الواجب، ولم تنمو فيهم المواهب الأخلاقية التي كان حريا أن يتصف بها معلم وتلاميذه كذلك. للأسف الشديد يعني تلميذه يهودا على سبيل المثال، يعني أن لهؤلاء أن يتعلموا خلق الأمانة من هذه الشخصية الافتراضية الموجودة في الأناجيل. يعني تلميذه يهودا معروف بخيانته، هذا التلميذ ليس فقط أنه خان معلمه يسوع، بل كذلك نجد من صفاته على سبيل المثال أنه لم يتورع عن السرقة من صندوق المال الموكل إليه طيلة فترة تلمذته، ولم تنفعه مواعظ يسوع ولا رفقته وصحبته شيئا، إذ كتب يعني عنه أنه ذات مرة كان يظهر غيرة كاذبة للفقراء رياء تغطية لما شعر به من الغيظ، على أن يده لم تصل إلى ثمن ذلك العطر النفيس، عطر ناردين النفيس الذي سكبته مريم أخت لعازر عند قدمي
يسوع كما جاء في يوحنا صح 12 عدد 4 و6. يذكر يوحنا في إنجيله عن سرقات يهودا لأموال تبرعات التلاميذ فيقول: فقال واحد من تلاميذه وهو يهودا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يباع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. هذا في يوحنا 12 عدد 4-6. فلو نظرنا بإزاء هذا الحل المزري ليسوع وتلاميذه في خلق الأمانة بما يقابله من تجليات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صحابته الأبرار رضي الله عنهم واستيفائهم معيار كمال الأخلاق من الأمانة والطهارة، لرجحت كفة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، يعني إذا كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو أمين أمة الإسلام كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حيث تجلت فيه خصاله الشريفة، فبالمقابل نجد بطرس الذي هو أحد تلاميذ يسوع أو الصخرة التي بنى عليها يسوع كنيسته بقوله: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، كما جاء في متى. فقد فرط في المكانة واختار الخيانة حيث أنكر سيده ومعلمه 3 مرات، واستحق من يسوع نفسه أن يلقبه بالشيطان لما انتهره بما كان اهتمامه بمال الناس لا بمال الله، كما جاء في مرقس صح 8 عدد 33. إذا وضعنا أخي الأستاذ أيمن المقارنة بين أبا بكر رضي الله تعالى عنه الملقب بالصديق لتصديقه وحسن ظنه برسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل التلميذ بطرس، كما وضعنا أبا عبيدة في مقابله، لوجدنا على الفور فرق شاسع بين يقين أبا بكر رضي الله تعالى عنه التام ويقين بطرس الذي اهتز بالجحود والإنكار فور إلقاء القبض على المسيح، أو توما تلميذ توما المكنى بالشكاك الذي قال: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. هذا في يوحنا 20:25. أقول تعليقا على ذلك، لو تأملنا في هذه المقاربة بين هؤلاء وهؤلاء لرجحت كفة أبي بكر وأبا عبيدة وسائر الصحب المنتجبين الأخيار في قوة الإيمان واليقين والوفاء والإخلاص وفي معجزة الأخلاق التي أسبغهم بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان تلاميذ يسوع تتلمذوا على يد إله مباشرة بحسب عقيدة القمص، ومع ذلك يتصفون بهذه العاهات والعيوب الأخلاقية، فالسؤال الذي يطرح نفسه لدى كل عاقل مقابل بين هذا وذاك، وهو: هل فشل هذا الإله المتجسد في يسوع في تأهيل تلاميذه بينما نجح محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو نبي، يعني في مقام بشريته في تربية وتأهيل صحابته على المستوى الرفيع والأعلى في بروز الأخلاق الفاضلة؟ فرضي الله عن صحب نبينا الأخيار رضي الله عنهم، ولنعم ما أنشد حضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام في نعتهم ومدحهم حين قال له: صحب كرام راق ميسمهم وجلت محاسنهم في البدء والعقب، لهم قلوب كليث غير مكتبث وفضلهم مستبين غير محتجب. جزاكم الله خير. نعم، جزاكم الله أحسن جزاء، ومرة أخرى أيضا للمستمعين الكرام حتى لا يهيأ يعني للمستمع بأننا نقدم أو نسيء لحضرة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي نحن نؤمن به وقد قدمه القرآن الكريم وأكرمه، بل نحن نحاكم النصوص الإنجيلية بحسب المعايير التي وضعها القمص زكريا بطرس وانطلق من خلالها للإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. نحاكم هذه النصوص ونبين كيف أنها هي بنفسها تسيء إلى عيسى بن مريم عليه السلام وتقدم شخصية تسمى يسوع الإنجيل، نسميها ونذكرها بيسوع الإنجيل لأنها فعلا هي شخصية مغايرة في أخلاقها وفي تركيبتها وفي
عزها وشرفها وسلوكها عن الشخصية التي نؤمن بها وهي نبي الله المكرم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. أستاذ شمس الدين مولانا الكريم، يعني زعم القمص زكريا أن موضوع سورة عبسة في قصة عبد الله بن أم مكتوم دليل على محاباة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأغنياء واحتقاره للفقراء وليعني الضعفاء، وهذا تصرف بحسب القمص مناف لمعيار الأخلاق، فمن يكون بداية عبد الله بن أم مكتوم؟ وهل كان حقا شخصا يعني ضعيفا وضيعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يعني فعلا أهمله ملتفتا إلى الغني القوي؟ نعم، هذه أيضا محاولة فارغة من قبل القمص، أن هذا الاعتراض أيضا لا يستحق كاعتراض، يعني هذا الشيء عندما نتعمق في الموضوع. أولا، شخصية عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ولم يكن إنسانا بسيطا فقيرا لا يرى إليه لا أحد يهتم به، بل هو كان ابن خال السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، الله أكبر، وكان من بني عمرو بن لؤي، كان معروف من ناحية النسب، كان ذا نسب شريف، وعمر بن لؤي أيضا كان معروف من ناحية الحسب والنسب عندهم في ذلك الوقت. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله، عينه أميرا في المدينة عندما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مرة، مرتين، يعني كل واحدة من هذه تكفي لأن يكون مكرما، لأن يكون أنه مكرم، يكفي أنه لأن القوم على قرابة بالسيدة خديجة، خديجة، وأيضا عينه أميرا، يعني جعله أميرا في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين في المدينة. الآن بهذا السبب ربما القمص لا يعرف، هناك مستشرق ألماني نولدكي اسمه، هو ذكر هذا الموضوع وماذا قال وسجل يعني هذه الرواية واعتبره يعني باطلا، يعني هو نسب عبد الله بن أم مكتوم على أنه لم يكن شخصا عاديا، وهذه النقطة هو ذكر هذا وقال أن هذا لا يجوز، يعني يقول الكلمة هكذا، يقول بعد تسجيل هذه الرواية المعتمدة في كتب التفسير إنها باطلة كل البطلان، لأن نسب عبد الله بن أم مكتوم يدل على أنه لم يكن شخصا عاديا، وقال أنه لا يمكن أن يكون هذا الحادث متعلقا به، تفسير بيري مكتوب هذا. هذا رأي مستشرق، والمستشرق يعني المستشرقين عادة يبحثون عن الثغرات، طعن يعني، وكان يبحث عن فرصة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان موضوعيا على الأقل، موضوعيا يعني لا مجال يعني واحد يعترض. ثم انظروا الآن مثلا، هل الذي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان هذا في محل الصواب أم لا؟ هذا هو السؤال. مثلا أنا هنا موجود، جاء عندي وفد، أنا أتكلم معه، أذكر ألوهية عن موضوع صفات الله تعالى، عن وجود الله سبحانه وتعالى، فجاء واحد يعني ويعرفني أنا أعرفه، ويأتي ويقول علمني هذه الصورة أو يعمل هذا، فأنا أتركهم ثم أنظر إليه، أتفضل ماذا تريد، ثم بعد ذلك أين كنا نحن، ما ذكرت في الماضي، ذكرني، ثم أنتقل إلى هنا. هذا هو سوء الأدب، هذا هو سوء الأدب، بل هنا استمرار في الحديث مع الوفد الموجود أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يظهر، نعم هذا يظهر أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يحافظ على الآداب، آداب المجالس. ثم أنا النقطة الأخرى، أن عبد الله بن أم مكتوم جاء وكان أعمى، فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو توقف من كلامه وزجره حتى لا يعتبر هذا شيء كبير يعني في هذا الموقف، رغم ذلك هو لم يظهر إلا عبوس في هذه الحالة، مجرد أشار إليه بأن سلوكه غير مناسب في هذا الموقف، هكذا بالضبط. فهذا يظهر أن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، عظمة خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا حتى ولو نتخيل، نفترض أنه كان إنسانا بسيطا، فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل هكذا كان يعامل مع الآخرين؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا أنه كان شديد العناية بالفقراء، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات مرة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق حسب الروايات في التاريخ، وكان هناك رجل بسيط فقير ومملوك يعني، فذهب من ورائه وغطى عينيه بيديه بإظهار الحب يعني، كما يعمل الصغار أطفال. ثم يقول: من هذا؟ من أنا؟ فيقول: هذا الإنسان الضعيف البسيط المملوك، مستحيل أن يأتي واحد ويعمل معي ويظهر هذا الحب معي إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمكن بسبب كوني عبد الله بن أم مكتوب رجلا بسيطا أن يتركه ويشتغل في أمور أخرى؟ لا، هو فقط هنا حافظ على آداب مع الضيوف، آداب للحديث، آداب المجالس. هذا الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستحيل أن يقال أن هذا شيء كبير. وحتى المستشرق كما ذكرت هنا ذكر أن هذا خلاف، لا يعقل أن يعترض هذا الموضوع. جزاكم الله أحسن جزاء أستاذ شمس الدين. مشاهدينا الأكارم بارك الله لكم، دعونا نخرج إلى فاصل قصير نستمع عبره إلى قصيدة أو أبيات مختارة من قصيدة نظمها حضرة الإمام مهدي المسيح الموعود ميرزا غلام أحمد القدياني عليه الصلاة والسلام في مدح سيده وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابقوا معنا. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن، يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان، يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران، إني أرى المتهللي شأني يفوق شمائل الإنسان، قد آثروك وفارقوا أحبابهم وتباعدوا من حلقة الإخوان، لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان، والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسد
شدة السلطان. والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي، أنا أحقر الغلمان. يا حبي، إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني. جسمي يطير إليك من شوق على ليت كانت قوة الطيران. يا ليت كانت قوة الطيران. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. إذن هكذا ووصلت فيوض هذا النبي الحي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورسالته الحية وكتابه الحي وشريعته الحية وصلت إلى أقصى أطراف الأرض وأحيت نفوسا في شتى بقاع العالم، وهي لا زالت تقوم بهذه المهمة حتى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. وهذا رجل فارسي نهض بفضل الله ورحمته لإحياء هذا الدين بأمر الله تعالى، وأيضا تحقيقا لنبوءات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث هذا الرجل العظيم ميرزا غلام أحمد القدياني عليه الصلاة والسلام ليحيي هذه الأمة، بل ليس فقط للأمة، يحيي العالم، يحيي الأخلاق والروحانية في هذا العالم. ليس هناك بضاعة أخلاق حقيقية وروحانية حقيقية حية فعلا يمكن أن تمارس وتؤتي ثمارها، وليس فقط حبر على ورق، إلا عبر باب محمد صلى الله عليه وسلم الذي فتحه في هذا العصر الأخير والزمن الأخير سيدنا ميرزا غلام أحمد القدياني عليه الصلاة والسلام. أهلا ومرحبا بكم من جديد. نعود ونكمل ما بدأنا الحديث حوله من يعني التفسير المشوه والمغلوط الذي قدمه، والقراءة المشوهة والمغلوطة التي قدمها القنبلة زكريا بطرس حول سورة عبسة وهذا الموقف الذي بينته السورة. أكمل معك دكتور أيمن. قيل عن سورة عبسة أن نزولها كان عتابا وزجرا للنبي صلى الله عليه وسلم على أمر ما كان ينبغي صدوره عنه صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله طبعا. فما ردك على هذا القول الذي قال به أيضا حتى بعض المفسرين المسلمين للأسف؟ نعم، يعني هو إذا كان هنالك بعض المفسرين الذين يفسرون هذه الحادثة ويرونها بهذه الصورة المشوهة وكأن هذه الآيات نزلت لزجر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه استهتر أو احتقر ابن أم مكتوم، فهذا قول بعض المفسرين، وأقوال المفسرين ليست حجة على الإسلام ولا على القرآن ولا على أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هنالك مفسرون الذين يرون هذه الصورة، فهنالك مفسرون آخرون الذين يفسرون هذه الحادثة بصورة أخرى. ويعني
إبطال هذه الصورة المشوهة من الزجر ومن تصرف الرسول غير اللائق، يعني تحدث بها الأستاذ شمس، وملخصه بأن عبد الله بن مكتوم لم يكن بذلك الإنسان البسيط المحتقر الذي يعني ممكن أن يحتقره الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان ذا حسب ونسب وجاه، ولم يكن بسيطا، بل أمره مرتين على المدينة، وكان من أقارب السيدة خديجة التي كان يعزها ويحترمها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقدرها أيما تقدير. فلا يمكن أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الاحتقار تجاه عبد الله بن أم مكتوم. ويعني القضية أننا يجب أن نعرف بأن التفسير الحقيقي لهذه الحادثة أن هذه الآيات لم تنزل لزجر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من أجل تبيان عظمة أخلاقه والدفاع عنه أمام هذه الاتهامات التي تكال ضده. فيجب أن نتخيل هذه الحادثة عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث مع علية القوم، ويأتي شخص يقاطع حديثه. يعني أي شخص يكون في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقبل هذه المقاطعة، لأن فيها يعني عدم احترام للضيف، فيها يعني مخالفة ومنافاة لآداب المجالس وآداب الحديث وإكرام الضيف. فكل شخص يعني لا يمكن أن يقبل هذه المقاطعة. ويعني ما حدث من الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة أنه أولا يعني هو لم يستهتر بعبد الله بن أم مسعود، سورة عبد الله بن أم مكتوم، وإنما فقط تغاضى عنه لأجل أن لا يعني أن لا يقوم بالتأثير على مشاعره، وفي نفس الوقت هو حافظ على إكرام الضيف. فهذه هي الأخلاق العظيمة. وإلا شخص آخر لو كان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يلتفت إلى عبد الله بن مكتوم ويزجره ويعني يوبخه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه هذا الأمر، بل تمالك أعصابه. فهذه الحادثة تدل على مدى تمالك الرسول صلى الله عليه وسلم لأعصابه، وكيف أنه يتصرف بهذه الحكمة وهذا الصبر مع هذا الشخص الذي جاء مقاطعا لحديثه ولمجلسه. فهذه هي الحقيقة لهذه الحادثة التي نزلت فيها هذه الآيات القرآنية، لكي تبين عظمة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكي إذا أردنا إثبات على أن هذه الحادثة لم تأتي لزجر الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول بأن تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحداث لم يتغير. يعني لم نسمع بعد ذلك أن من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح أنه كلما كان في مجلس وجاء أحد يقاطعه رد على المقاطع ثم بعد ذلك عاد إلى مجلسه من أجل إكمال حديثه، بل بالعكس نرى بأن هنالك أحداث مشابهة تصرف بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات أيضا بنفس التصرف. يعني هذه الآيات لم تردع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يغير من تصرفه في مثل هذه الحوادث، بل كان يستمر في مجلسه ولا يكترث بالإنسان المقاطع، لأن الإنسان المقاطع في الحقيقة هو يكون منافي لأخلاق الضيافة وأخلاق الحديث وأداب المجالس. فهنالك حادثة يعني تثبت هذه القضية مشابهة لما حدث مع عبد الله بن أم مكتوم، وتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس التصرف. تقول هذه عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه. يعني لم يلتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقاطع مجلسه ويرد عليه لكي يقول له متى الساعة. فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن هذا الشخص الذي جاء يسأل عن الساعة أيضا قاطع حديث الرسول، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكترث بآيات الزجر التي نزلت لزجره ليغير من تصرفه ولكي يرد على هذا المقاطع
ثم بعد ذلك يعود إلى مجلسه ويتابع حديثه في مجلسه. لم تأتنا أوامر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في مجلس وقاطعكم أحد فأجيبوا المقاطع ثم عودوا إلى مجالسكم. لم تأتي هذه الأوامر وهذه الأخلاق بعد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نرى بأن تصرفه بقي على ما هو عليه كما تصرف مع ابن أم مكتوم. فهذا دليل واضح على أن هذه الآيات التي نزلت في سورة عبسة لم تأتي لزجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لتبين عظيم أخلاقه وتملكه لأعصابه، وكيف أنه من ناحية لم يزجر ابن أم مكتوم وحافظ على مشاعره فقط بعبوسه، ومن الناحية الأخرى حافظ على إكرام الضيف وعلى احترامهم لأنهم أيضا من علية القوم، ولا يمكن، وبغض النظر إن كانوا من علية القوم أو ليس من علية القوم، لا يجوز أن نقاطع الحديث معهم إذا كان المجلس معهم. فهذه هي حقيقة هذه الآيات التي نزلت في سورة عبسة، لم تكن للزجر، وإن قال بعض المفسرون أنها جاءت لهذا الأمر. أقوال المفسرين تختلف، وما يقوله المفسرون في مسألة الزجر هي ليست حجة علينا وليست حجة على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يقوله المفسر هو حجة على نفسه، وفعلا يعني هذا الموقف يتنافى مع أداب المجلس التي يعرفها الجميع، وليست فقط هي أداب إسلامية وانما أتى يرسخها الإسلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، إذا كان هناك ضيف وكان سيد القوم في حديث مع الضيف أو مع مجموعة الضيوف، فلا يليق أن يقاطع حديث سيد القوم من أحد أتباعه ليسأل عن أمر هنا أو أمر هناك مهما كان هذا الأمر. فللضيف أولوية، وللدعوة وللتبليغ أيضا أولوية. وكنا نتحدث عن الأستاذ شمس قبل قليل قبل الهواء، كيف أن حتى الإشارة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم العبوس هي الوحيد الذي لا يمكن أن يراها ولا يتأثر منها، تتأثر منها نفسيته، هو صاحب الموقف الأعمى، لا يمكن أن يرى عبوس النبي صلى الله عليه وسلم. كل الحاضرين لاحظوا أو كان متاحا لهم أن يلاحظوا عبوس النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاحب المقاطعة نفسه وهو الصحابي عبد الله. فلا بد أن الحاضرين لفتت أنظارهم عبر عبوس النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجهوا إليه، أمسكوه بيده أو همسوا في أذنه أنه عليك أن تنتظر قليلا أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين كيف أنه كان مرهفا، وكان يعني يراعي أدق الأمور في معاملته، خصوصا مع الطبقات الضعيفة أو أصحاب الاحتياجات الخاصة أو الفقراء الضعفاء ماديا أو معنويا. فلا يمكن، لا ينسجم هذا التفسير وهذا الفهم مهما كان صاحبه مع الصورة الشاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا يا أستاذ جمال السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إذا لم يكن ذلك توبيخا وهذه الآيات ليس فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما التفسير الصحيح لهذه الآيات إذن؟ نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. ومعاذ الله أن يكون ذلك توبيخا وعتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفاسير التي ذهبت لهذا المنحى أخلت بأصل أصيل وهي عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي تصور أو تفسير يصادم هذا الأصل فهو لا شك على أنه اجتهاد مردود في فهم مراد الله تبارك وتعالى فيما جاء في سورة عبسة. لذلك نحن نقول هذا ليس توبيخا ولا عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللخروج من هذه المعضلة التي يعني ذهب إليها بعض هؤلاء المفسرين لاجتهادهم في فهمها، نقول يشاء الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الآيات نفسها من سورة عبسة يعني فيها حل لفك هذه المعضلة وهذه الإشكالية في الفهم والتفسير. فقد شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل في الضمائر المشار إليها ما يغني المرء من أن يذهب أهله إلى نسبة
ما يشين عصمة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذه الآيات نجدها وردت بضمير الغائب كقول الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم انتقل الكلام بعد ذلك من الغائب إلى الحاضر في قول الله تبارك وتعالى وما يدريك لعله يزكى، وقال أما من استغنى فأنت له تصدى. هناك يعني أربع احتمالات يمكن أن نضعها لمن تعود عليه الضمائر في هذه يعني الآيات. لو فرضنا هذه الفرضيات في من تعود عليه الضمائر إن شاء الله سوف نضع الترجيح الصحيح والصائب في معنى هذه الآيات. الاحتمال الأول أن يكون ضمير الغائب والمخاطب كليهما راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاحتمال لا نراه صحيحا، لأن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا غير الله تبارك وتعالى الضمائر هنا، ولماذا قال أولا عبس وتولى ثم قال بعد ذلك وما يدريك، وهو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في الجملتين، هذا يعني بعيد جدا. الاحتمال الثاني أن يكون ضمير الغائب والمخاطب كليهما راجع إلى غيره، أي إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بقبول هذا الاحتمال سيصبح معنى الآيات كذلك غير معقول على الإطلاق، لأن هذه القصة هي قصة ابن أم مكتوم مذكورة في روايات لها حكم التواتر، ومن المحال أن تكون باطلة لتواترها. الاحتمال الثالث أن يكون ضمير الغائب في عبس وتولى عائدا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ضمير المخاطب في وما يدريك راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الاحتمال كذلك الاحتمال الثالث سنواجه مشكلة، وهي مشكلة إنكار هذه الواقعة الواردة في كتب الحديث والتاريخ والسير عن ابن أم مكتوم، ولا يمكننا إنكار هذه الشهادات الكثيرة المتواترة. الاحتمال الرابع والراجح نقول أن يكون ضمير الغائب في عبس وتولى عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ضمير المخاطب في وما يدريك راجعا إلى غيره، أي إلى ابن أم مكتوم. وهذا الاحتمال الوحيد الراجح الذي يحل هذه الإشكالية التأويلية أو التفسيرية، أولا لعدم مخالفته للواقعة التاريخية الثابتة، كما أنها لا تنال من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته وكرامته عليه الصلاة والسلام. وعندنا نحن في التفسير الإسلامي الأحمدي أن الضمير في قوله تبارك وتعالى عبس وتولى راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الواقعة صحيحة إذ تكررت يعني في مصادر شتى من كتب الحديث والسنن. فتفسيرنا حتى نعطي البديل الذي يمكن أن يأخذ به السادة المشاهدون وتنحل به هذه الإشكالية التفسيرية التي نرى خاطئة في كتب التفسير، يكون عبس وتولى يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى وما يدريك لعله يزكى موجه إلى الذين كانوا يحملون أفكارا كأفكار عبد الله ابن أم مكتوم، حيث بين الله تبارك وتعالى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد تصرف مع هذا الأعمى بما يدل على عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمى تدخل وأراد مقاطعة حديث رسول صلى الله عليه وسلم، فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يترفض بشيء، لم يدنه في هذا المجلس، وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالعبوس والإعراض ولم يوبخه بكلمة كما ذكر. يعني حتى هذا لا يدل على ما ينافي عصمة رسول صلى الله عليه وسلم. ثم قوله تعالى وما يدريك لعله يزكى، أي أيها المعترض من أعلمك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخطأ التصرف، وأن ابن أم مكتوم يمكن أن يتزكى وغيره لا يمكن أن يتزكى. يعني خلاصة القول إن موضوع سورة عبسة
ليس فيها توبيخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه، بقدر ما تجلي لنا هذه الصورة الكريمة خلقا عظيما من أخلاق النبوة المحمدية، وذلك في ظروف يعني أدب المجالسة والحديث ووجوب إبداء الوقار الواجب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ما ذكره كذلك الخليفة الثاني، وما ذكره الخليفة الثاني بعينه سيدنا بشير الدين محمود أحمد في التفسير الكبير، ويمكن للسادة المشاهدين أن يعودوا إلى تفسير سورة عبسة في التفسير الكبير للاستزادة تفصيلا للدلالة على هذا التفسير الراجح والصحيح والمتكامل الذي يتوافق مع هذا الأصل الذي هو عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله أحسن الجزاء. إذن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الضمير هنا هو، وثم الآيات التي تليها وما يدريك لعله يزكى، هنا الضمير المخاطب أنت، وما يدريك أنت. إذن نحن هنا لغويا يصح أن يذهب الإنسان ناهيك عن المعايير الأخرى، ولكن على الأقل لغويا لابد أن يرجح لدينا أن هناك مخاطبان هنا، فئتان، شخصان مخاطبان هنا في هذه الآيات. وهذا ما يرجح هنا أيضا لأمور كثيرة، وأهمها الشمولية. إخواني أخواتي، لا يمكن فهم وتفسير أي قضية، ليس فقط تفسير القرآن الكريم، أي قضية لا يمكن فهمها فهما قويما صحيحا كاملا شاملا إلا في ظل الشمولية. الشمولية هي أن تفهم القضية برمتها كاملة ولا تجتزئ جزءا منها. لا يمكن أن تفهم هذه الآيات أنها توبيخ للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، دون أن تفهم من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ودون أن تتعلم حول سيرته وأخلاقه في حياته الممتدة والطويلة، والتي عندما تطلع عليها تلاحظ أنها تصطدم اصطداما كبيرا بهذا التفسير المشوه الذي يقول أن هذه الآيات توبخ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من إيجاد تفسير، هذا التفسير ينسجم مع السياق العام، ينسجم مع اللغة، ينسجم مع السياق، سياق الآيات، وينسجم مع شخصية من نتحدث عنه. الأهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشخصية التي لا نعرفها فقط من خلال هذه الآيات، ولكن نعرفها من خلال كثير من الآيات والأحاديث والقصص التي المتواترة التي رويت على مدار أكثر من 60 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما قبل البعثة وما بعد البعثة. أستاذ شمس، يعني دعنا نتحدث عن الأثر الأخلاقي العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم الدال على نبوته، مقارنة بالأثر الأخلاقي ليسوع الإنجيلي الذي يقدمه الإنجيل، في ضوء كلام حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي تحدث عن هذا الأمر بتوسع في كثير من المواضع. أنا أقرأ مقتبسا للمسيح الموعود عليه السلام، ومن خلاله نفهم كيف كان التأثير القدسي للرسول صلى الله عليه وسلم في صحابته، ومقارنة بين هذا الأثر والأثر الذي ترك يسوع الإنجيلي في أصحابه. يقول حضرته عليه السلام: الدليل الثاني الذي قدمه الله تعالى على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أي نجاحه الكلي في المهمة التي جاء من أجلها، يعني لم يكن نجاح جزئي، النجاح الكلي. لقد قلت بأنه عندما جاء النبي وجد آلاف المرضى في المرحلة الأخيرة من مرضهم، فكانوا موشكين على الموت، بل الحق أنهم كانوا ميتين أصلا كما يتبين من تاريخ ذلك الزمن. فليفكر المرء بعدل أن الإنسان لا يقدر على حتى على إزالة عيوب خادمه أيضا، أما من أصلح قوما فاسدين إلى درجة كأن تلك العيوب لم تكن فيهم قط، فأي دليل أكبر منه على صدقه؟ كم نتأسف عندما ننظر مقابله إلى المسيح الناصري، يعني الذي ذكر في الإنجيل، نرى أنه لم يتمكن حتى من إصلاح بضعة من حواريه إصلاحا كاملا، بل ظل يدعوهم بقليل الاعتقاد، حتى سمى بعضهم شيطانا أيضا، وكانوا طماعين لدرجة أن يهوذا الإسخريوطي الذي كان مسؤوله المالي
كان يسرق أحيانا من كيس كان يحتفظ به معه دائما، وأخيرا أجبره الطمع نفسه أن يكون سبب القبض على أستاذه ومرشده مقابل 30 درهما. ثم عندما ننظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنهم استهانوا بالتضحية بأرواحهم، ناهيك أن يوجد فيهم شائبة نجسة من الغدر والخيانة. لقد اضطر حتى المؤرخون الأوروبيون الاعتراف بأن الأنس والإخلاص والطاعة التي كان يكنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هاديهم لا نظير لها في أتباع أي نبي آخر. ثم يقول: عندما لا يستطيع النصارى أن يردوا على ضعف الحواريين العقائدي والعملي، يقولون بأنهم أحرزوا القوة والقدرة بعد المسيح وصاروا نموذجا كاملا، ولكن كم هو مضحك هذا الجواب، إذ ينطبق عليه المثل الفارسي القائل بما تعريبه: العذر أقبح من الذنب، أي لم يتوفر الضوء عندما كان السراج موجودا، ولكن عندما انطفأ عم الضياء لا يا للعجب. يعني المسيح، يعني يسوع، لم يستطع أن يؤثر فيهم في حياته. ثم هم يقولون فيما بعد هم استفادوا من يسوع. ثم يستمر حضرته حضرة المسيح الموعود عليه السلام نفس الموضوع، يقول: باع يهوذا أستاذه مقابل 30 درهما، ولعنه بطرس قدامه. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضحوا بأرواحهم في سبيله في معركة أحد وبدر. قولوا الآن بعدل وإنصاف: ما لم يأتي رسول الله ولولا القرآن الكريم، فماذا يمكن القول عن النبي الذي يمثل يهوذا الإسخريوطي وبطرس نموذج تعليمه وقوته القدسية؟ ثم يقول: فقد اضطر، يعني اضطر هؤلاء المؤلفون الإنجليز هم أيضا إلى الاعتراف بأنه لو لم يأتي القرآن لكانت الحالة مزرية، وقد اعترفوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح السباع والوحوش وحولهم إلى أناس صادقين لدرجة أنهم لم يبالوا بنفوسهم وأموالهم في صحبته أبدا. لا يمكن أن ينشأ هذا القدر من الإخلاص والطاعة والإيثار والروح التضحية ما لم يكن في المقتدى والمطبوع قوة قدسية وجذب من الدرجة العليا. ثم يقول المؤلف: لم يعلموا العرب التقوى الصادقة فقط، بل ربيت قواهم الدماغية أيضا. لم يستطع الحواريون أن يديروا نظام قرية واحدة، أما الصحابة فقد أداروا عالما. من يستطيع القول بأن آباء أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تولوا حكومة أو سلطنة من قبل فكانا مطلعين على إدارة نظام البلاد وقوانين السياسة؟ كلا، بل كان ذلك نتيجة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم القرآن الكامل فقط، إذ جعلهم من ناحية ملائكة ومن ناحية أخرى صاروا عقلا متجسدا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقى قوته القدسية في أصحابه في حياته، ويوميا كانوا يتزكون هؤلاء أنفسهم من قوة القدسية لسيده محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة في حياتهم، التغيير الذي حدث فيهم أكبر دليل كيف كان التأثير فيهم، وكذلك التعليم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الأثر، وما ولا يزال يترك أثرا في متبعيه. نعم، جزاكم الله شكرا دكتور أيمن. يعني حتى نحيط بالموضوع من زوايا مختلفة فتتضح الصورة أكثر، دعنا نسلط شيئا من الضوء على ما قاله المستشرقون. المستشرقون غاصوا وأبحروا في بحور الشرق وفي مجتمعاتنا، درسوا تاريخنا، درسوا ديننا، درسوا مجتمعاتنا، اطلعوا على أمهات كتبنا بعد أن درسوا لغتنا أيضا، وكان لهم آراء كثيرا ما كانت غير موضوعية، ولكن
يعني تستحق أن يلقى عليها النظر أحيانا. فماذا قال هؤلاء المستشرقون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ضم إليهم الفلاسفة والمطلعون يعني بعمق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته وإنجازاته، بدءا من بيئته الصغيرة في مكة والمدينة وصولا إلى أقصى أطراف الأرض؟ نعم، الحقيقة أن هنالك العديد من المستشرقين والعلماء والفلاسفة الغربيين المسيحيين الذين يعني كانوا منصفين في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واعترفوا بكل فضائله وشمائله وأخلاقه العظيمة. ولكن قبل أن أذكر ما قاله أحد هؤلاء الفلاسفة، اسمح لي أستاذ أيمن فقط أن أعود قليلا إلى سورة عبسة لكي أبين يعني شيء قد يكون ليس واضحا في هذه الآيات بالنسبة لمعنى هذه الآيات، لكي تتضح الصورة للمشاهدين أيضا في هذه الآيات التي تحدثنا عنها. يقول الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما يدريك لعله يزكى، أي ما يدريك يا أيها المعترض الذي تعترض على تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا عبد الله بن مكتوم سوف يتزكى ويتذكر فتنفعه الذكرى، أما غيره فلن يتذكروا ولن يتزكوا. لأن الاعتراض الذي كان هو كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهمل هذا الإنسان المؤمن ويعني يهتم بهؤلاء علية القوم من قريش الذين لا يرجى منهم أمل في الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يقول للمعترض: أنت يا أيها المعترض، يا أيها المعترضون على هذا التصرف، من قال لكم بأن عبد الله بن مكتوم سوف يتزكى وسوف ينتفع من هذه الذكرى بينما غيره لن ينتفع؟ ثم تتابع الآيات: أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أنت يا أيها المعترض، أنتم أيها المعترضون الذين تتصدون وتهتمون عادة بالأغنياء وتلوهم الأهمية، وما عليك رغم أنكم لستم مسؤولين عن تزكيتهم في الحقيقة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أنت أيها المعترض، أنتم أيها المعترضون على تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين عادة ما تهملون هؤلاء الذين يأتون إليكم يسعون ويخشون والذين يريدون أن يسمعوا. فالعتاب في الحقيقة على من يعترضون على تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فقط ما أردت أن أوضحه لكي تكون الصورة كاملة في هذه القضية. نعود الآن إلى ما قاله المستشرقون، وقلنا بأن هنالك الكثير من الفلاسفة الذين أنصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. من بين هؤلاء العلماء والكتاب الفيلسوف والكاتب والرياضي توماس كارلايل، وهو من اسكتلندا، اسكتلندي الأصل. ماذا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إن من الأمور الشائعة بيننا نحن المسيحيين، فليسمع القمص الآن وليسمع أتباعه المسيحيون أيضا ماذا يقول هذا الإنسان المسيحي في دراسته لحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليسمع المسلمون أيضا لكي لا ينغروا بكلام القمص وما يأتي به من ترهات. من الأمور الشائعة بيننا نحن المسيحيين أن محمداً كان شخصاً ماكراً خداعاً ومدعياً كذاباً، هذا ما يدعيه القمص، وأن دينه لم يكن إلا ضرباً من الكذب والافتراء. فكل هذه الأمور ليست مما يمكن الدفاع عنها. إن الأباطيل التي قد نسبت إلى محمد، مثل الأباطيل التي ينسبها القمص إلى محمد، قد أصبحت تسود وجوهنا في العالم، وقد حان الأوان أن نتخلى عنها. فيا أيها المسيحيون، يا أيها الأتباع الذين يتبعون القمص، تخلوا عن هذه الترهات وهذه الأباطيل التي تنسبونها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكلمات التي تفوه بها ذلك الإنسان، ويقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما زالت منذ 12 قرنا في ذلك الوقت سبباً لهداية 180 مليون إنسان. كان في ذلك الوقت يعيش 180 مليون إنسان مسلم، كانت هذه سبب لهدايتهم. الآن يتابع هذا ويقول: فلا أحد في الدنيا يؤمن اليوم بكلام أي إنسان كما يؤمن المسلمون بكلام محمد. فهل لنا أن نتصور أن كل ذلك كان مكيدة روحانية مدبرة
وظل الكثير من خلق الله عاملين بها وماتوا عليها، لا يمكنني شخصيا أن أتصور مثل هذا الافتراض. فهذا اعتراف عظيم من هذا الفيلسوف الكبير عن عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظمة دعوته، وأنه لم يحظى أي إنسان بالقبول على وجه الأرض مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله أحسن الجزاء أستاذ جمال. يعني دعنا نستمر في ذكر يعني هذا الموقف، وأيضا في شهادات الفلاسفة والمستشرقين والعلماء الذين اطلعوا بعمق على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم، من خلال كتب الأحاديث، ومن خلال أيضا كتب السير التي تناقلتها الأجيال العلماء والموثقين. أخبرنا أكثر عن آرائهم حول النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، التي أيضا ربما تكون درس للقمص زكريا بطرس. نعم، بارك الله فيك. نعم، كما ذكر أخي الدكتور أيمن، أن كتابات الاستشراق هي عديدة جدا، وفي نفس الوقت هناك كثير من المستشرقين الذين أنصتوا لقراءتهم التي كانت يعني فيها يعني تتبع لكل الشواهد التي جاءت في السيرة وفي الشريعة وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في عمومه، ولم يتحرجوا من إبداء ما هو حق واضح وجلي ببرهانه في ضوء قراءتهم المنصفة. أذكر على سبيل المثال ما ذكره المستشرق الإسكتلندي ويليام موير، وهو غني عن التعريف، وتوفي في عام 1905 للميلاد. يقول في شهادته، يقول: إننا نعترف بدون تردد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قضى إلى الأبد على معظم الأوهام الباطلة التي كانت ظلمتها مخيمة على الجزيرة العربية منذ قرون طويلة، كما أن مزايا الإسلام الاجتماعية أيضا ليست بقليلة. والحق أن دين الإسلام يمكن أن يعتز بجدارة أنه يحتوي نموذجا عاليا من الاعتدال وضبط النفس الذي لا يوجد له نظير في أي ديانة أخرى. يعني هذه شهادة ويليام وير، ولها قوتها حينما يقول إننا نعترف بدون تردد. هذا يعني ما ترجمته حرفيا، هذا يدل على هذه الشهادة. وكما يقال يعني في المأثور، الفضل ما شهدت به الأعداء. وأنا آمل أن يكون لدى القمص وأشبائه من الجرأة لقراءة هذه الشهادات من كتب الاستشراق التي هم أنفسهم يغوصون فيها في استنباط شبهاتهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أستاذ شمس، يعني هل من أقوال أخرى تود أن تقدمها لنا من أقوال الفلاسفة والعلماء والمستشرقين حول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من ضمن هؤلاء المستشرقين أقرأ اقتباس جون ديفنبورت، وكتب كتاب Apology for Muhammad and the Quran، فيه يقول: إنه لمن الخطأ الفاحش الذي قد ارتكبه البعض من قبل، ولا يزال البعض الآخرون يرتكبونه إلى الآن. يعني ما هو الخطأ الفاحش؟ الظن أن العقيدة التي دعا إليها القرآن قد انتشرت بحد السيف، وإن كل من هو منزه عن التعصب سيعترف بلا تردد أن دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي استبدل القرابين البشرية بالصلاة والصدقة، ونفخ في الناس روح الإحسان والحسنات الاجتماعية التي تركت آثارا طيبة على المجتمع، فتركوا العداوات والنزاعات التي لم تكن لها نهاية، قد جلب
يعني دين محمد جلب صلى الله عليه وسلم لأهل الشرق بركة حقيقية، ولهذا السبب بالذات لم يكن محمد بحاجة لاتخاذ تدابير دموية لجأ إليها موسى دون ما استثناء وتمييز بين الناس للقضاء على عبادة الأصنام. فمن الغباء الشديد الاعتراض بوقاحة على هذه الوسيلة الرائعة وذكرها بسوء، مع أن الله تعالى قد خلقها لتترك أثرها العميق على أفكار الناس وقضاياهم لأمد بعيد. ثم يقول: إننا نستطيع القول بكل صدق ويقين بأنه لو كان الأمراء الغربيون حاكمين على آسيا مكان المسلمين العرب والأتراك لما عملوا المسلمين بنفس التسامح الذي عمل به المسلمون المسيحيين، حيث إن المسيحيين قاموا تعصبا وظلما بتعذيب إخوانهم المسيحيين الذين اختلفوا معهم في الدين، فالفضل ما شهدت به الأعداء. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. دكتور أيمن، للكاتب بوسورث سميث اعتراف مهم بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، فماذا يقول تحديدا هذا الكاتب؟ نعم، يعني بوسورث سميث، يعني هذا الكاتب يقول: لقد اجتمعت في شخص محمد كونه مؤسس دين وحاكم دولة شخصيتان، شخصية البابا وشخصية قيصر. لقد كان محمد بمنزلة البابا، ولكنه كان أسمى من المظاهر البابوية، وكان قيصرا ولكن بدون الأنبهة القيصرية. لم يكن لديه جيش نظامي ولا شرطة أو حراس، ولم تأته الجبايات والإتاوات بشكل نظامي. فلو حق لشخص أن يعلن أنه قد أرسى دعائم الأمن والسلام في العالم باسم الله فقط، فإنما هو محمد صلى الله عليه وسلم. لقد تمتع بالقوة كلها دون أن يلجأ إلى هذه التدابير والأسباب. هذا ما يقوله هذا العالم بوسورث سميث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من الذين أنصفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس مثل علماء اليوم الذين يريدون صياغة التاريخ من جديد، تشويه التاريخ وتشويه الحقائق التاريخية كلها فقط من أجل أنهم وضعوا هدفهم هو إبطال الرواية الدينية الإسلامية. عندما يكون الإنسان منصفاً ويدرس بحق التاريخ الإسلامي يعترف بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء العظام الذين اعترفوا. أما اليوم الذين يعني يتآمرون على الإسلام ويريدون أن يشوهوا كل الحقائق الإسلامية مثل القمص وغيره من العلماء الآخرين أيضاً، فنحن لا نستغرب عليهم عدم المصداقية وعدم الموضوعية في حكمهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الإخوة المسلمون خاصة يجب أن يتنبهوا إلى هذا التيار، يجب أن يتنبهوا إلى هذه المكيدة، إلى هذه المؤامرة التي تحاك ضد الديانة الإسلامية. لماذا؟ لأن كل هؤلاء يعرفون أنه لا يوجد ما يشكل خطرا عليهم وعلى دياناتهم إلا الديانة الإسلامية، لأنها الديانة الحية الوحيدة في هذا العالم. نعم. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء دكتور أيمن. مشاهدينا الأكارم، إذن نحن هنا ليس فقط لتبرئة ساحة النبي صلى الله عليه وسلم أو لتبيين زيف التهم الباطلة الموجهة إليه، ولتبيين جمال وجلال هذا النبي العظيم وكمال أخلاقه، بل أيضا هنا نحن ندافع عن مقام عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي أساء إليه أتباعه واتهموه زورا وبهتانا بكثير من الأمور، لعل أكبرها وأكثرها يعني إمعانا في الإساءة إليه أنه اتهم بأنه إله وابن إله، وأقول اتهم. وأيضا هذه الشخصية اليسوعية الإنجيلية
التي يقدمها الإنجيل واصفا عيسى بن مريم ومقدما إياه للعالم. هذه الشخصية بعيدة في كثير من حيثياتها وتفاصيلها عن حقيقة النبي عيسى بن مريم عليه السلام. إذا مشاهدي الكرام نلتقي غدا في نفس التوقيت إن شاء الله لنكمل هذه المحاور الهامة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن ملاذي مستعان يحبني ويسقيني من كأس الوصال فأشرب، رأينه من نور النبي المصطفى، ولولاهما تبنى ولا نتقرب. ذكاء منير قد أنار قلوبنا، وله إلى يوم النشور معقب.